نعم سيد أرشد، إذن جهاز الأمن الوطني العراقي هو خلية متماسكة اليوم تتابع بدقة وتذهب إلى الهدف بدقة. لو انتقلنا أنا وأنت إلى ملف آخر هو الأخطر في الساحة العراقية ألا وهو ملف المخدرات. نعم. سيد أرشد، ما هي أبرز خطوط ومناطق تجارة المخدرات؟ ملف المخدرات واحد من الملفات التي كلف بها جهاز الأمن الوطني، ولله الحمد تمكن أبطال جهاز الأمن الوطني من تحقيق ضربات موجعة في هذا الملف. نتحدث عن خطوط نقل للعاصمة بغداد ومنها إلى المحافظات الشمالية. كما تعلمين هنالك خطوط من المحافظات الجنوبية، خط العمارة وخط البصرة، كانت هذه خلال السنوات الماضية تنشط وبقوة، و بجهد استخباري وبجهد فني تم الوصول إلى هذه أغلب التجار الرئيسيين للمناطق الجنوبية وإلقاء القبض عليهم والاشتباك مع آخرين وقتلهم. بالتالي كان هنالك تحييد لوصول كميات كبيرة لعاصمة بغداد. نتحدث عن آخر عملية نفذها جهاز الأمن الوطني، ربما هي 12 مليون حبة في شرق العاصمة بغداد. أيضا هنالك خط آخر بعد ما تم تحييد خط الجنوب، هنالك خط آخر هو خط الحبوب، نقل الحبوب، وهذه الخطوط هي من المحافظات الحدود الغربية. بعض الثغرات المتواجدة في الحدود الغربية يتم استغلالها لأجل نقل هذه الحبوب المخدرة. وأيضا هنالك عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني، تمكن من خلالها من إلقاء القبض على مجموعة من المتاجرين وبحوزتهم تقريبا أكثر من 11 كيلو من الماريجوانا، كانت مخبأة داخل غسالات وكانت مخبأة داخل تماثيل. طرق الإخفاء تختلف لدى عصابات المخدرات، لكن يتم الكشف عن هذه الطرق من خلال أولا الجهد الاستخباري، ومن خلال معلومة المواطن، ومن خلال اعترافات الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم، فضلا عن التقنيات الحديثة التي يستخدمها جهاز الأمن الوطني في الوصول إلى هذه العصابات. نتحدث عن إحصائية من بداية العام حتى هذا اليوم فيما يخص ملف المخدرات، أكثر من 506 شخص متهم بتجارة المخدرات. جهاز الأمن الوطني يتعامل مع المتاجرين والناقلين والمروجين فقط. فيما يخص مادة الكريستال، تم ضبط أكثر من 75 كيلو من مادة الكريستال، أكثر من 14 مليون حبة مخدرة تم ضبطها، و24 كيلو من الحشيشة وماريجوانا 39. أيضا هنالك نتحدث ربما عن عمليات إذا يسمح الوقت، بعض العمليات النوعية فيما يخص ملف المخدرات. في محافظة البصرة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على صيدلاني. هذا الصيدلاني كان يقوم بعملية مزج لبعض الأدوية الممنوعة من التداول والخروج بخلطات أشبه بالمواد المخدرة، تم إلقاء القبض على هذا الشخص. أيضا كارثة حقيقة، يعني هنالك محاولات عديدة من قبل التجار للترويج وأيضا لابتكار طرق جديدة. نعم. لصنع المخدرات أو لعملية إخفائها وترويجها، لكن لله الحمد دائما ما نسبقهم بخطوة بفضل جهد الاستخبار الكبير لجهاز الأمن الوطني. وأغلب هذه العمليات دائما ما يتم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وقبل أن تصل إلى أيدي الناقلين وأيدي الموزعين. أيضا تم ضبط نوع جديد من المخدرات في محافظة البصرة بحوزة أحد التجار، كان يستخدم قطرات تستخدم عن طريق الشم، هذا نوع مبتكر من المخدرات، تم أيضا ضبط هذا الشخص وبحوزته 59 قطرة مخدرة. تم قتل أخطر تاجر مخدرات في محافظة النجف بعد الاشتباك معه، وهو المدعو حسن هادي، هذا أحد أخطر تجار المخدرات وصادر بحقه 8 مذكرات قبض قضائية، تمكنت مفارزنا من مداهمته بعد تحديد مكان تواجده، وأيضا حصل هنالك تبادل لإطلاق النار أدى إلى مصرعه. أيضا تم الإطاحة بتاجر أجنبي كان بحوزته مليون حبة مخدرة يحاول نقلها من محافظة بغداد إلى المحافظات الشمالية. كل ما نتحدث عنه هو بجهد استخباري كبير وبعمل متواصل ليل نهار من قبل أخوانكم في جهاز الأمن الوطني وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس الجهاز على كل هذه العمليات التي نتحدث بها.